يوتيوب بالمجد للأطفال، اشترك الآن. إيه أكتر أكلة كنت بتحب تأكلها في المدرسة؟ في المدرسة سندوتشات. بصي سندوتش بتاع يوم اليوم اللي فيه سندوتشات همبرجر بقى ده، كنت بحب أول يوم ده قوي، عشان مامتي كانت تخليني اروح مدرسه صحيني تقول لي يلا قوم، اقول يا ماما مش قادر وعامله لك سندوتشات همبرجر، ببقى في ثانيه لابس وفي المدرسه. واضح عليك بقى بتحب الاكل خالص. طبعا قوي قوي قوي. وانت بتحب الاكل؟ هل كنت بتروح المدرسه من غير سندوتشات؟ لا عمري ماما نزلتني من غير سندوتشات، الحمد لله كانت على طول بتعمل لي سندوتشات قبل ما انزل، لازم، ودي اهم حاجه. ولا كنت بتشتري اكل من الكانتين؟ لا ما كناش بنشتري من الكانتين اكل، بنشتري منه حاجات حلويات زي اللي عندك دي. وانا برضو عاوز اقول حاجه، معلومه بصراحه، فضل. يعني بنصح كل الناس وكل اخواتنا واولادنا، يعني انه ما فيش احسن من الحاجات الطبيعيه، الحاجات اللي ماما بتعملها في البيت دي افضل حاجه. في حاجات كتيره جدا جدا بنشتريها من بره بتبقى حاجات فيها ضرر لينا، بتبقى فيها مواد حافظه ومش حلوه يعني فعلا، فلا نكثر منها، ما نكترش منها، لان كده كده هنجيب، اكيد بنحب الحاجات الحلوه وبتاع. طيب معانا علياء. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا علياء، عامله ايه؟ الحمد لله طيب، انت كيفك؟ ايه رايك في برنامجنا؟ الحمد لله جميل جدا. طيب تحب تسال الديب بتاعنا سؤال عن كانتين المدرسه؟ ايوه اتفضلي بسرعه يا علياء لو سمحت عشان هلحق اكل، بس معلش معلش. طيب ايش اكثر فصل دراسي كنت بتحبه؟ اكتر فصل دراسي كنت بتحبه؟ هو فصلين، كان عندنا فصلين كنت بحب الفصلين، بس الفصل الاول طبعا بحبه اكتر لانه لسه بيبقى البدايه بقى، الفصل الاول ده بيبقى لسه داخل المدرسه بقى ولسه يعني الايام بقى بتبقى بادئه، انما الفصل الثاني بيبقى صعب جدا بقى عشان الامتحانات بقى لاخر السنه. شكرا يا علياء لاتصالك الجميل ده، نورنا. يا ترى كنت بتعمل غداوه مع اصحابك؟ ممكن اخد خيارايه؟ اتفضل. ما انا جعان، ما انت حاطط الاكل قدامي لا ده السندوتشات، مفيش اكل دلوقتي خالص على فكره. مفيش اكل؟ اتفضل. يا ترى كنت بتعمل غداوه بقى مع اصحابك؟ ولا كنت بتقضيها من الكانتين؟ لا كنت بقعد انا واصحابي بقى، ايه كل واحد معاه سندوتشاته وبتاع، ونقعد مع بعض ناكل. اللي جايب بقى بيض بالبسطرمه بقى تاخد انت واحد. كنت بتاكل سندوتشات صحابك وهم ما يفيدهمش اكل؟ لا خالص، انا كانوا بياكلوا سندوتشاتي بس انا ما كنتش باكل من حد. طب يعني كنا بنبدل مع بعض وناكل. طب احكي لنا كده الغديوه دي كنتوا كام واحد؟ كنا كتير يعني، كنا حوالي يعني كتير اربعه خمسه، بس انا كنت قريب جدا، انا واحد صاحبي يعني وليد ده اسمه وليد عبد الكريم، فكنا على طول ايه يعني بنحب ناكل مع بعض وكده. طب ايه اقرب صديق ليك؟ وليد. وليد عبد الكريم صاحبي، كان معايا في المدرسه من واحنا صغيرين قوي، من كام، من رابعه خمسه ابتدائي لحد دلوقتي على اتصال ببعض. طب تساعدني نحط الاكل؟ يلا انا جاهز من بدري مستنيكي. عايز سندوتش ايه بقى يا ترى؟ جبنه رومي. اوكي. تحب بقى حاجات معينه في الجبنه رومي قديمه ولا ايه بالظبط؟ الجبنه رومي القديمه، في جبنه رومي اسمها جبنه رومي قديمه بطارخ. عارفه الجبنه الرومي القديمه بطارخ دي كنت بحبها قوي قوي. يا سلام. طيب احط لك زيتون ولا خيار؟ يا سلام زيتون. كام واحده يعني؟ رصيهم كده جنب بعض في السندوتش كده. ايوه ما تبخليش عشان انا عارفه ان في ناس بتحب الزيتون وبتحب الخيار، يعني على حسب. بقول لك هو انت ما عندكيش بلالين؟ بلالين عندك بالونه في البيت ولا ما عندكيش بالونه؟ لا ما عنديش. ما عندكيش بالونه خالص؟ لا بجد؟ اصل كان في واحد صاحبي كان اسمه زناتي بالونه، فانا مش عارف ليه افتكرتي. قصدك بابا جاي تهزر بقى هنا شكلك؟ لا مش احنا في الكانتين نهزر بقى وناكل بقى مع بعض وبتاع. اوكي. زناتي بالونه ده كان حبيبي قوي قوي. يا من ايام المخفر. من يا ده انت لسه فاكره؟ جيتوا خرجتوه كام مره من المخفر انتوا؟ بس انا عايزه اقول لك ان البالونه خلاص فرقعت. ننفق واحده غيرها. لا ما هو للاسف ما كانت هي كانت اخر واحده عندنا في البيت، كانت هي بالونه واحده بس وراحت طلعتوها. حلو قوي بجد. كان في حاجات تانية بتحبها في الكانتين؟ ايه كنت بحب في الكانتين؟ كانوا بيعملوا لنا بومفريت كده بتبقى سخنه وجميله. بطاطس. دي بتبقى جاهزه كده على طول، يعني بيروح مقليها كده وبتبقى جنب السندوتشات جميله، حط عليها شويه ملح كده وكمون. طيب. يا سلام. بس الملح غلط. الملح غلط.
ما مش كتير يعني، بنحط حاجات بسيطة يعني، ما هو أي حاجة لا نكسر منها عشان ما تبقاش. أنا شايفاك مركز مع الساندوتش ومش مركز معانا خالص. لا إزاي، أنا مركز معاك أنت والساندوتش عادي. تحب أعمل لك واحد كمان؟ لا لا ده كفاية جدا. لو تحب. لا ده كفاية جدا. تركز مع الاثنين وما تركزش معايا.